نهر ابيض، احنا على موعد مع صناعة التاريخ. لا صناعة التاريخ ايه، احنا هنشوف صناعة فيلم هاري بوتر الميكينج اوف والاستوديوز اللي تصور فيها الفيلم. احنا موجودين في وورنر براذرز لندن. النهارده هنعرف اسرار وخبايا كتير قوي عن تصوير فيلم هاري بوتر في الاستوديوز بتاعتها. اتفرجوا على الفيديو لحد الاخر، الجوله اكيد ملهاش حل. حجزنا التذاكر اونلاين شامله الباص ذهاب وعوده من لندن، والمكان على بعد ساعه تقريبا. اول ما بتدخل بتلاقي حاجه اسمها ديجيتال جايد، تقدر تاخد سماعات في ودنك الفرد بخمسة وربع استرليني، والجروب ثلاثة واربعة باربعة عشر. بيكون هنا في كلوك روم، تقدر ان انت تسيب شنطك وبعدين ندخل على الكافي شوب. من اول ما بتدخل بتحس انك جزء من العالم بتاعهم، حالة من الانبهار والصدمة اكنك بتحلم. قبل ما بتدخل البداية بتاعت التور، في هنا موجود فود هول. بصوا الديزاينز بتاعت المكان عامله ازاي، الناس هنا جايه لابسه وجاهزه اللبس بتاع الموفي. على الرغم ان انا مش من المهتمين قوي بهاري بوتر، الا ان انا لما دخلت المكان ده حسيت بسعاده غريبه، حسيت ان انا جوه الفيلم. شفت الفيلم قبل كده، يعني الميوزك مع الديزاينز معيشينك الاجواء لدرجه لا تتخيلها. الناس هنا كمان لبس اللبس بتاع الفيلم زي الراجل اللي ورايا ده دلوقتي. موضوع هنا واخد حد، الناس اللي بتحب هاري بوتر فعلا الموضوع اسطوري، يعني خرافي يا جماعه مش طبيعي. سعيد يلا بينا نبدا التور. تبدا الجوله بمعرض صور كبير حواليك لحد ما بتوصل لقاعه سينما بيعرضوا فيها فيلم خاص للناس اللي جايه الجوله دي، بس عشان كده كان ممنوع تصويره. بيتفتح الباب قدامك بتلاقي نفسك في قاعة الأكل بتاعتهم. هذه الأماكن اللي كانوا بيقعدوا يأكلوا فيها هنا في الفيلم اهي. يا جماعة كل تفصيلة في المكان هنا مبهرة، من أصغر حاجة لأكبر حاجة. انت حتى شجر الكريسماس، التلج اللي عليها، الديتيلز، كل حاجة بالظبط كانت موجودة. المكان اللي كانوا بيقعدوا يأكلوا فيه زي ما انت شايفين كل تفاصيله، السفرة، الأكل، المعالق، الشوك، الرصة، اللبس. يعني الناس دي مش قادر أتخيل تكلفة الإنتاج كانت قد إيه، حجم الناس اللي اشتغلت في بروجيكت زي ده قد إيه. الموضوع عبقري، عبقري فعلا. كل تفصيلة هنا الديزاينرز، يعني حتى هنا بيتكلموا إن الكاتبة نفسها قدروا يعكسوا لها كل التخيلات والتصورات بتاعتها. كل دي كواليس ما وراء الحديثة. وده المكان اللي كانوا بيتعلموا فيه ازاي يعملوا بوشن سحرية، ودي كانت أوضة سليدرن، وده مكتب دامبلدور مدير المدرسة، عاملين هنا بقى كروما وسكرينز عشان الناس تركب فيديوهات وتتصور. بعد كده كروما تانية يصورك فيها أكنك راكب القطر بالظبط. الحاجات اللي عاملينها إن هم بيبيعوا الشنطة اللي كانوا بيروح بيها المدرسة في هاري بوتر. الكواليتي بتاعتها تحفة جدا، سعرها بالنسبة للكواليتي معقول بصراحة، 70 جنيه استرليني. جت اللحظة الحاسمة وهنركب القطر. المكان اللي احنا موجودين فيه ده هو فعلا المحطة الحقيقية اللي تم فيها تصوير الفيلم، والحاجات اللي ورايا دي اللي فعلا استخدموها في التصوير. هنركب بقى القطر ونشوف ايه الدنيا جوه. يلا حجزنا
حتى كمان البيت بتاع خالته من أكتر الحاجات اللي تفاصيلها أبهرتني. نيجي لفقرة الكرياشن، فقرة الماسكات. يعني مش عارف أقول إيه بصراحة يا جماعة. الحاجات اللي انتوا شايفينها في الغرفة دي بس اللي عملها 125 بني آدم عشان يطلعوا بس الحاجات اللي انتوا شايفينها هنا في المكان ده. الديزاينر يوري مكتبه وطريقة شغله، كل التفاصيل اللي استخدمها هو والتيم بتاعه، بيقول لك لحد اللون بتاع الشاي جوه الكوباية. كمان البنك بكل موظفينه. ودانجن إلي اللي كانوا بيجيبوا منها الكتب. هنا بيبان بقى كل الشغل بتاع المهندسين وتصميم الماكيت لللوكيشنز اللي اتعمل فيها كل حاجة. فيو المدرسة العملاقة دي من برة طلع عبارة عن ماكيت. كمان استخدموا 4 أنواع خامات في إن هم يعملوا التلج اللي على المدرسة من برة في الكريسماس. حتى النار دي مش حقيقية. وصلنا للمحل بتاعة العصيان السحرية. مجرد ما بتخلص التور بتطلع على الشوروم اللي انت تقدر تشتري من خلالها اي حاجة تخص هاري بوتر. تعالوا ناخد فكرة عن الاسعار. من العصيان مثلا سعرها 33 جنيه 6 جنيه، 1000 جنيه يا معلم عشان تاخد عصاية هاري بوتر. تي شيرتس اطفال زي دي نوال 20 جنيه 6 جنيه، في حاجات للبيبيز والرضع. سبيكة ذهب درب ماركة الحاجة هاري بوتر ب 15 جنيه استرليني. ميداليات اسعارها 8